بنحييكم أصدقائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. يمكن نحن وأنتم نلتقي كل يوم بنحكي عن هموم ومشاكل، ويبقى هذا اليوم هذا التاريخ مميز مش بس بلبنان ولكن بكل العالم. اليوم عيد الأمهات، هي مناسبة لحتى نعايد كل الأمهات اللي عم بيسمعونا هلأ، مناسبة لحتى نحني جبيننا ورؤوسنا أمام أمهات الشهداء، ونقول لهم إن شاء الله تكون نفسهم بالسماء والله يعطيهم المجد والخلود. وهي كمان مناسبة لحتى نحيي كل اللي عم بيتابعونا وبقلوبهم في غصة، بنسعى قدر المستطاع بهذا اليوم الإضاءة على هذا الموضوع بكل ما أوتي من معاني بالحروف الأبجدية، لحتى نسعى نحن وأنتم نكون دايما مواكبين للأمل، ونقول في حلول قبل المشاكل، وإن وجدت المشاكل في إلها حلول. ضيفتنا اليوم بنلتقي معها بكل المناسبات وبكل الأعياد، بتسعى دائما لحتى ترسم البسمة على وجوه الناس المحتاجين اللي هن بالواقع بحاجة لحدا يوقف حدهم. بكل أيام السنة بتوقف حدهم وبتقدم لهم، والجديد أنه هي مؤمنة بالرغم من الأزمة الاقتصادية الصعبة. نقول ما في نق، ونسعى لحتى نبقى متابعين ومستمرين ومثابرين بالعطاء. اسمحوا لي سوا نرحب بساندرا خلاط عبد النور، مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان. أهلا وسهلا فيكي. مرسي، مرسي على الاستضافة، وعلى دايما بتسلط الضوء على مواضيع كتير مهمة بالمجتمع، وبدعيت كل الأمهات اليوم بهالمناسبة الحلوة اللي عم بيضحوا بهذا البلد الوضع صعب، واللي عم بيعطوا كل هالحب وكل هالتضحيات تيقدروا يعني يطلعوا أجيال نقدر نشوف حالنا فيهم إن شاء الله يا رب. يعني اتفقنا قبل ما نبلش، قلتي لي ما رح نق بهذه الحلقة بالرغم من الضائقة الاقتصادية، بس ما مستمرة بتسعى دايما تكون حد كل الناس، وخاصة بهذه المناسبات والأعياد بتسعى دايما تكون حد الإنسان يلي بتشعر أنه هو محتاج. بهذه المرحلة بنحكي كتير عن المرأة، بنحكي عن اليوم العالمي، بنحكي عن عيد الأم، بنحكي عن مناسبات بتحتاج فيها المرأة لحتى نحن نكون حدها. اليوم بهذه المناسبة شو بيعني لك؟ 21 أدار، بدء فصل الربيع وعيد الأم، لا جمعية بسمة، هذا نهار كتير مهم وبالأخص لقلنا بهالجمعية اللي صرنا 15 سنة نهتم بالعائلات المحتاجة. ومثل ما بتعرف العيال، معظم العيال هن أمات عم بيناضلوا لوحدهم تيقدروا يربوا أولادهم بكرامة. هي لفتة مهمة يعني. أكيد أنا بدي حييهم، لأنه أنا بتطلع فيهم هن اللي بيعطوني روح تقدر كفي وقتها، بشوفهم قدي قوية وقدي رغم كل شيء عم بيضلهم واقفين على أجيهم وبربوا أولادهم تربية صالحة وبيرتبوا بيتهم رغم كل التحديات اللي عم بتواجههم، حتى الفقر اللي هو يعني أكبر عدو للعائلات، لأنه هن بعدهم هالشيء الصلب اللي عم بيخلي عائلتهم ما تفرط وبالجو اللي نحن عايشين فيه حالياً. صدقا يعني سؤال بديهي ينسأل، يعني انت عم بتساعدي كل انسان محتاج. اليوم عندنا نحن نازحين بالبلد، انتم كجمعيه بسمه لبنان مخصصين للعائلات اللبنانيه، ولا عم تتولوا مساعده كمان بعض الاشقاء النازحين؟ نحن اكيد ساهمنا بمواد غذائيه وبملابس للاجئين، بس كمان بدي اقول لك شغله، انه نحن من 15 سنه خلقت الجمعيه بال 2002 تتوعنا بالعائلات اللبنانيه. واليوم العائلات اللبنانيه اليوم اكثر من اي وقت مضى هن بحاجه لمساعدتنا وللوقفه تنوقف حدها ولهاللفته، لانه كل المنظمات الدوليه عم تطلع باللاجئين، بس كلهم نسيوا انه في عائلات لبنانيه عم تغرق بالفقر، عم تغرق من الوضع. وقت بنقول في مليونين سوري هلا هن بيعتبروا انه هن ما عم بياخذوا اشغالهم، ونحن عم نشوف كل يوم انه بالاخير بيجوا لعنا على المكتب عم بيبكوا انه العيال اللبنانيه عم بيكونوا عم بيستبدلون باجانب بالعمل بالبيوت، حتى لانه يعني كمان ما عم بيقدروا يدفعوا اجرات. سو عم نشوف انه هذا الوضع صعب عليهم وبدهم حدا يوقف حدهم. وبالاخير اذا انا اولادي جعانين او اولاد الجيران جعانين،
تعمي ولاد الجيران بخلي ولادي يموتوا. يعني أنا نحن من هالمبدأ واقفين حد العائلات اللبنانية. نعم. تما يفرطوا بيفرط كل المجتمع اللبناني. يعني هيدي صرخة لكل اللي عم بيسمعونا اليوم، أنه العائلات اللبنانية بحاجة أكثر من أي وقت مضى وأكثر من الحرب الأهلية اللي أنا عشتها كلها بالملاجئ. هيدا الوضع، هيدي الفترة أصعب من كل الفترات اللي مرينا فيها. شو بدها؟ بدها دعم مادي، بدهم دعم معنوي، بدهم دعم حتى نفساني. قد ما في يأس وفي جوع وفي يعني عن جد هيدي صرخة بتطلقها. لأنه رح أقول لك شيء، الإعلام ما بيسلط الضوء على العائلات اللبنانية لأنهم مستورين وقاعدين ببيوتهم وما بيطلعوا وما بيحكوا وبيستحوا. بقى الناس ما بتعرف فعليا شو عم بيصير على الأرض. بقى أنا عم بحكي باسمهم اليوم، كثير مهم. بس هي مناسبة لحتى نقول اليوم عيد الأمهات. يعني أنتم دائما بكون عندكم حفلات، عندكم نشاطات خاص بهذا النهار. على مدار أيام السنة كيف علاقة جمعية بسمة مع الأم اللبنانية بصراحة؟ نحن الأم اللبنانية ربحنا بال 2015 الأورد. نحن طلعنا أفضل جمعية لبنانية بال 2015 بلبنان. بالوومن إمباورمنت، لأنه نحن بنوقف حد المرأة اللبنانية وبندعمها على كل الأصعدة تقدر توقف هي حد عائلتها. برافو. يعني وقتها بنقدم لها كل التدريبات المهنية اللازمة، وقتها بنلاقي لها شغل. وقتها بنأمن لها المواد الغذائية، وقتها بنرمم لها بيتها تقدر تعيش هي وولادها بكرامة وما يعوزوا حدا. يعني ما يلاقوا حالهم من نهار للتاني صاروا على الطريق. بقى هيدي الأم نحن دايما حدا، وهذا النهار كتير بيعني لنا. ودايما كل سنة صرنا من 15 سنة لليوم مننظم رحلات ومننظم لهم يعني شيء ترفيهي، لأنه هن ما بيظهروا عايشين يعني ستريس ويأس متواصل. بقى هن بحاجة أنه نحن نطلع فيهم ونعطيهم الهدايا ونعيدهم باحتفالات. وبكرة اخدينهم على سيتي سنتر، بدي أشكرهم، يقضوا نهار بين ترويق او غدا. اخدين الامهات بيعيا البصمه المنتسبات لكم انتم بجمعيه بصمه. نعم. يعملوا شعرهم، يهتموا بحالهم، يحسوا انه هن ام وهن مراه لنهار بهالسنه، يحسوا انه هن حدا عم بيهتم فيهم مثل ما هن بيهتموا بعائلتهم كل السنه. طب اليوم وقت بدنا نحكي نحن عن المراه، يعني انت عم تحكي يعني عن نشاطات، عن تكاليف، عم تحكي عن مشاريع بترافق المرأة كل أيام السنة، وخاصة بيكون في لفتة مميزة بعيد الأم. ومن البداية ذكرتي أنه في أوضاع اقتصادية صعبة نحن عم نعيشها، كيف بدنا نفرق بين الأوضاع الاقتصادية الضاغطة ونشاطكم اللي بعده وإن شاء الله على طول يا رب محافظ على نفس الوتيرة من العطاء والتقديمات؟ يعني بدي أقول لك هذا نضالنا اليومي. يعني نحن كل يوم كل يوم عم نسعى مع كل المجتمع، يعني الشركات، كل الناس اللي قادرة تقدم ولو شوي. عم بيخفوا ونحن بعدنا عم نقدر. بس نشاطكم بعده هو هو، عم نجرب يضل هو هو، ما نقصر مع عم بصعوبة صدقني. يعني عم بتصير الأمور كتير أصعب من قبل، لأنه الشركات الوضع عليها صعب. ما هي حلقة مسكرة ونحن كلنا على سفينة واحدة، ما في حدا رح يغرق والتاني لا، وقتها رح نغرق كلنا سوا. يعني هيدي المشكلة. وهذا الشيء عم بيبين كمان على موارد الجمعية. سو نحن مساعدتنا عم ناضل تنخلي المستوى يكون هو ذاته، وما نقدر نقصر بشيء مع العائلات. اللي نحن واقفين حدها ستنا اليوم. وقت اللي بنقول نحن جمعية بصمة، ومثل ما قلت أنا بالبداية لرسم البصمة على وجوه كل الأمهات، يعني إنجاز التعبير. ولكن المرأة والأم في عندها شيء من المعاناة الداخلية، بحاجة لقوانين، لتشريعات جديدة. الأم اللبنانية بحاجة أنه تعطي يعني الهوية لابنها، بحاجة أنه تكون في إلى دور بالمجتمع مثل الرجل. يعني اليوم أنتم بجمعيتكم بتكتفوا بالتقديمات الاجتماعية، ولا بيكون في ناحية من مواكبة التشريعات اللي بتحتاجها المرأة أيضاً؟ لحقلك أوقات نضطر نفوت بهذه المواضيع، بس هيدي المواضيع سياسية بحت.
يعني ما في شيء مخبى، انه الناس القرارات ما بتطلع لانه في جهات بتكون ما بدها. يعني هيدي ما بقى راجعه لجمعيه بسمه انه نعمل لوبي، في جمعيات للوبي وفي جمعيات متوليه كل هالامور كثير سياسيه. يعني مشان هيك قالوا لي بدك تعملي نايبي، بدك تترشح على الانتخابات. هيدي شائعات 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 خاطئه. طيب عم بتقولي سياسية وانت قدها وقدوها. لا نحن ما من اللي عم جرب لك انه نحن ما منفوت بالمواضيع السياسية، نترك اصحاب السياسة يهتموا بهيدي الامور. هلا لبعدين كنت يعني لا انا ولا مرة كان عندي يعني ولا مرة حبيت فوت بالسياسة، بعتبر انه دوري بالمجتمع بالوطن. وبالسوسيال اجتماعيات ووطنيات صح 100%. واكيد بكفوا بعضهم، يعني اكيد بالاخير بدنا نواب يقدروا يوصلوا صوت كل هالاشخاص اللي هن اليوم عم بيعانوا. يعني بالاخير جمعيات بتوصلهم صوتهم، بس بالاخير في عنا نواب مفروض هن يتولوا هيدا الامور. قلتي نواب وشديتي عليها، يعني بنتمنى يكون في نواب اكثر واكثر تهتم بامور الناس اكثر من الامور اللي يعني. طب مدام اليوم انت كمؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان، مع انه المرأة تعطي جنسيتها للولد، هذا حق يعني؟ هذا حق، هذا ما في واحد يقول انا مع او ضد، هذا حق. ما في ام يعني بالاخير هذا ابنها طالع منا، يعني انه ما في اثنين يختلفوا عن الامور. ما بتخيل انه ما بعرف اذا بس في بلبنان هذا الامر، في بلد غير ما بتعطي جنسية لاولادها. في لبنان هلا مع انه الفلسطيني مستثنى، يعني في إلى بعض من المواضيع يلي ممكن نقول انه نحن بحاجه لحتى ندرسها ونتروى فيها اكثر، ولكن انتم بتعطوا كل المواضيع حقها بجمعيتكم انتم. اكيد هلا نحن كمان بنتدخل بامور انه اوقات بنعرف انه في اهل ما بيعطوا الجنسيه لاولادهم. من 15 سنه لليوم اشتغلنا اوقات على هيدا. يعني قضية إهمال إنه ما بسجلوا من القيد، هي إهمال أو جهل أو قلة خاصية، أو بيصيروا بيأجلوا وبينسوا. وهذا الشيء بيعانوا منه الأولاد، لأنه ما بيقعدوا فيهم نسجلهم بمدرسة، ما بيقعد فينا نلاقي لهم يعني شغل وقتها يكبروا. هون الأم بتشعر حالها إنه محرومة من حق لإلها. صح، وهون اشتغلنا كذا مرة وقدرنا نعطيهم الهوية تا نقدر نلاقي شغل للامات ونحط الاولاد بالمدارس. نعم. سجلهم بالمدارس. في بالمساعدات في افضليه، انتم بتعطوا المراه دور، والام تحديدا بجمعيه بسمه في لها دور يعني لرعايه عائلتها بسرعه. العيال اللي ما فيهم بي عندهم اولويه لبسمه اكيد. نعم. يعني الام اللي لوحدها. نعم. عم بتكون لانه صعبه تشتغل وعندها اولاد وتربي اولاد، يعني نحن اهم شيء نقدر نامن لاولادها بجاردوري بحضانه، نقدر نحن نتكفل بالتكاليف كرمال هي تقدر نلاقي لها نعمل لها تدريبات مهنيه ونلاقي لها شغل. نعم. واذا كانت مريضه نحن بنحكمها على كل الاصعده تا تقدر كمان تصير قادره تشتغل. وحتى اوقات اذا نفسيا منا قادره، يعني ياما في امات بيعانوا من ديبرسيون، ما فينا كنا نلاقي لهم شغل بعد يومين بيتركوا ما بيقدروا يضاينوا، سو لازم نحن نداويهم ونتبعهم هيدا قبل خطوه انه نلاقي شغل، مش كوني فكانت لقينا شغل. سو نحن عندنا خطه عمل بنشتغل عليها مع اهداف على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى الطويل، تقدر هالعائله مش هيك يعني منا كبسه زر، عائله هن اشخاص عم نتعامل معهم مش اشياء. سو كله بياخذ وقت وفي تعاطي اخذ وعطى يعني. طب الواحد بيحاول انه يعني ينشط المجالات، بيقول انه الام يعني ممكن تشتغل هي ببيتها، يعني في بعض الاشغال الخاصه من خلال الخطه اللي عندكم اياها انتم بعيده الامد، ممكن نقدر نوظف المراه. صح. الام تشتغل ببيتها لحتى تقدر تكفي عائلتها وتكون هي مرتاحه لوقتها. صح، بس هيدا كثير كثير صعب، يعني جربنا. صح. ان كان بالاكل بدك تعمل كنترول دو كاليتي وتتاكد انه في نظافه وفي الكاليتي موجوده تما حدا يتسمم وتصير تطلع باسم الجمعيه، يعني في كنترول كثير كبير على هذا الموضوع. منه موضوع هين، يعني المتابعه تبع الشغل من قلب البيت. انتم موضوع الاكل صار عندكم يومي مش مزبوط بالمطعم البسمه؟ اكيد. نحن بنقدم وجبات يوميه للعائلات. مطعم البسمه ولا البسمه؟ هو مطعم البسمة لجمعية بسمة. بسمة هو كان مرتين بالأسبوع، هلأ صرنا كل يوم، لأنه مثل ما أول شيء العائلات عم بتزيد، العائلات المحتاجة عم بتزيد، تكاليف وقبل كان للمسنين بس، هلأ صار للعائلات كمان، يعني صار
مين عائلات؟ العائلات العادية في يعني عائلات بسمة، قبل كان نعم. المطعم بس للمسنين والعائلات كنا نأمن لهم مساعدات يعني من شو عم نقدم غدك اليوم يعني؟ غدك اليوم وعم نأمن الباكي اللي فيه مواد غذائية ومواد تنظيف وعم نأمن الملابس وعم نأمن ترتيبات لعدد قديش أشخاص؟ وهلأ عم نشتغل على مدرسة ليلية نرجع نقدر نفتح لأنه سكرنا على سنتين المدرسة اللي عندكم سكرتوها؟ سكرناها من لأنه من مشكلة تمويل وهلأ قدرنا استحصلت وقت راد نقدر نبلش من أول وجديد لأنه هيدا أهم نقطة بكل جمعيتنا هي التعليم اللي بيغطي الثغرات اللي عم بتصير بالمدارس الرسمية اللي ما عم بيقدروا يكفوا يعني ما عم بيقدروا يعني في ثغرات كتير عند التلاميذ وفي تسرب مدرسي كتير كبير نحن بدنا نقدر نشتغل على هذا الموضوع تنوصل التلاميذ للجامعة أو للمهنية تيقدروا يلاقوا أشغال تقدر تقوم يعني نعم. قديش عدد الطلاب اللي أنتوا بتساعدوهم كنتم؟ هلأ حسب التمويل نحن بنطمح بالقليلة 200 طالب بالسنة هلأ بنشوف يعني إن شاء الله يقدر يزيد كمان. وبالنسبة للمطعم قلتي لي صار عم يستقبل العائلات وكبار السن المسنين صح. يعني قديش عدد الوجبات اللي عم تتقدم يومية؟ نحن صار عنا بالسنة تقريبا 24,000 وجبة ساخنة عم تتقدم مجانا بالسنة؟ صح بشكل يومي بمطعم بسمة؟ صح حتى أحد أو لا؟ لا أحد لا بس أحد لا نعم. طب تسمحي لي هلأ أنا وياك بدنا نعمل جولة يعني من خلال عيد الأم يعني على بعض المراكز اللي هي معنية برعاية الأم كبير السن كبيرة السن لأنه في ظروف بتحتم أنه يكونوا بهذه المؤسسات والمراكز. رح نعمل أنا وياك هلأ جولة إذا بتسمحي لي مع كاميرا البرنامج لمنطقة عين سعادة تنشوف سوا بمستشفى دار الرحمة شو هي المعاناة من خلال زيارتنا يلي نحن شفناها. الكاميرا طبعا مشكورة كان في إلها بهذه المناسبة زيارة منتابع الريبورتاج سوا. أتمنى أول شيء طول عمر أمتكم كلكم ولأنه الأم هي جناح هي محبة هي عطاء كامل وبتمنى من قلبي يلي بحط أمه هون يطل عليها ولأنه مرة بالسنة بعيد الأم حتى يظهر عاطفته تجاه يلي خلفته وربته وكبرته وعملته رجال وعملتها ست. هيدي صرخة ضمير لكل إنسان بيعرف حاله إذا عم بيهتم بأهله أو لا. وأكتر من هيك أنا بصرخ وبقول أماتكن الكبروكن وربوكن وعلموكن وأنتوا صرتوا أمات وبيات ما تهملوهن خليكن حدكن حبوهن مش ناقصهم لا دفا ولا أكل ولا شرب ولا اهتمام ناقصهم محبتكن أنتوا تظهروا لقلن. الأمات بيضلوا يفكروا بالولاد ولكن الولاد ما عم بيفكروا فيهم. نحن اليوم بعدنا بعصر 21 عم نلم ناس من الشوارع من برج حمود ومن هون ومن هون لأن ما عندهم مأوى أو ما عندهم حدا يطعميهم ويسقيهم وينظفهم. بتمنى الدولة تساعد هالمؤسسات لأنه هي حاملة حمل الدولة وبتمنى كمان يعملوا لهم معاشات يلي ما عندهم مقاوي تقويهم وتحضنهم وتنظفهم وتطعمهم وتدفيهم. يعني ايام بيطلع علي ايام بيجوا وحدهم اليوم ما اجى حدا منهم بدنا خليها يجوا العامة يشقوا علينا نتفه صغيره والقليله حلو تطلع واحد تطلع علينا شوي. إذا شفتن بقولن بشتاق عليكن أنا ليش ما عم تجوا لعندي بقولن بزعل منهم أيام بس أنا هلا مش رح أزعل منهم لأنه يمكن شغل من جبر إن يتأخروا علي ظروف حكم عليهم إنعاد عليهم ويضلوا مبسوطين. ينعاد على كل الأمهات بالصحة والعافية والله يديمون الله يخلي لنا اياهم
والله يخلي ولادهم. لازم يضلوا يطلعوا علي. ما ينسوني. أهلي بالشمال. أتمنى لهم الصحة والتوفيق والله. ما اشتاق لهم بروح بشق عليهم. هن ما بيجوا أنا بروح. مثل ما سمعت هلا المرضى شو كانوا عم بيحكوا وفي منهم يعني ما بيعرفوا يعبروا مزبوط عن الحالة اللي هن عايشين فيها، أي حالة إنه أهاليهم بيجوا بحطوهم هون وخلص أول جمعة جمعتين بكونوا شوي مهتمين لأن بعده جديد جايبينهم، وبعدين ما بقعدوا يسألوا إذا بالشهر مرة بالشهرين مرة على عياد، أو أوقات نحن مندق لهم للأهل بالقوة ليجوا. مثل ما لاحظتون قالوا لك نحن قاعدين هون ما عم نشوف حدا، يعني حاسين مثل كأنه على العناية اللي احنا بنقدم لهم إياها إنه هيدا بيتهم صار بيتهم، بس هيدا ما بيغنيهم عن إنه ولادهم يطلوا عليهم. منتابع مشاكل وحل والستنا اللي كنا عم نتابعه أنا وياك بدر الرحمة، شو بيعني لك؟ يعني كنت متأثرة جدا باللي عم تسمعي. يعني بالأخير يعني المسن بلبنان ما بياخد حقه أبدا، ولا في ضمان شيخوخة، ولا في حدا يأمن له. كتير أوقات الأولاد انتبه أنا مش معهم أبدا، بس أوقات الشخص اللي بيتجوز وبيجيب أولاد بالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه أنجا يقدر يلبي حاجات عائلته. نعم. وبيصير ياما عنا نحن مسنين بالجمعية وبيجوا على المطعم البسمة أولادهم ما عم بيلتفتوا عليهم. أنا بنظري هلا نحن ما حكينا مع الأولاد لأنه ما بنقدر نلاقيهم لأنه شيء بيسافر شيء، بس باعتقادي هذا شيء منه طبيعي. أنا بلاقي أنه المسن لو في ضمان شيخوخة بيعيش بكرامة، بيعيش يعني هذا منه طبيعي. نلاقي ناس بعضهم عم بيشتغلوا بعمر كتير كبير، مفروض على 65 يرتاحوا ويقدروا يشتغل كل حياته، يقدر يعني يعيش آخر سنين بحياته بكرامة. طب اليوم بمناسبة عيد الأم شو بتحبي توجهي نداء للناس اللي عم يسمعوكي وقادرين على مساعدة كتير من الناس ومنهم أنتوا، لأنه أنتوا بتعتمدوا على جمعيات تانية بلبنان ولا تمويل بيكون خارجي غير الشركات والمؤسسات في لبنان؟ يعني في توأمة مع البعض ولا لا؟ لا، نحن بنتكل كثير على الشركات وعلى الاشخاص البياض، يعني الايادي البيضاء، لانه بالاخير نحن وسيله لهم تهني يوصلوا للاشخاص المناسبين. شو بقدموا لكم؟ يعني في كثير ناس ما بيعرفوا وين يساعدوا او كيف يساعدوا. نعم، ما بيعرفوا؟ ما بيعرفوا، يعني في ناس عبالها تساعد بس ما بتعرف كيف. قولي لهم كيف هلا. هن اذا ساعدونا ما نحن عندنا، نحن بنعرف العيال، يعني كيف نحن يساعدوكم؟ الشغل اللي بنعمله بننزل على الارض، بنعمل استقطاب، بنعمل هيدا الريكروتمون، عندنا كل هيدا الشغل اللي نحن بنعمله هن على صعيد شخصي ما فيهم يعملوه بالاخير. كل واحد بيعمل شغلته. هن فيهم يساعدونا بالتمويل، يعني فيهم يساعدونا ماديا، فيهم يبعثوا مواد غذائيه. لوين؟ فيهم على جمعية على المكرنة ببدارو. ببدارو لا، انه تكون منطقيين تنحدد، لانه هذا الموضوع اساسي ومهم كثير. نحن كثير ضروري، يعني نحن بنتكل على المساعدات بشكل اساسي، ولو ما كل هالمطاعم اللي بيعطونا وجبات ساخنه، لو ما كل هالاشخاص اللي بعدين في واحد يعطي ملابس، في شركات بيعطونا ادوات نحن نقدر نرمم البيوت. نحن لوحدنا ما بنقدر، يعني لو ما في شركات عم تدعم مثلا، نقدر نعمل التدريبات المهنيه للنسوان. كيف بدنا نقوم بكل هالتدريبات المهنيه؟ نعمل الامبلويمنت فورم اللي هو احلى فكره نحن نلاقي وظائف لكل هالعائلات. سو نحن بنتكل على كل الاشخاص اللي عم يسمعونا، ولو عطوا دولار كل واحد دولار بتجمع، او عطى 10 دولار بالشهر او 20 دولار بالشهر، هو ما بحس فيها، بس الجمعيه بتكون عم تقدر توصل هالمساعدات للعائلات اللي بامس الحاجه لهيدي المصاري. انتم بتساعدوا الافراد، ما بتتولوا دعم اشخاص موجودين بمؤسسات مثل ما كنا عم نشوف نحن؟ لا، نحن بندعم عائلات. بتتبنوا حدا؟ نتبنى عائلات. عائلات بس بعدها ببيوتها. هلا بيوت انتر جيميل بيوت، يعني بتكون اوقات سوري يعني للتعبير، بس انه بيشبه انه الدجاج بيكون. نحن بنقعد بنرمم
تنقدر نزبطه يصير مثل البيت، لأنه في ظروف الناس ما بتعرف قد ايه عائلات عم بيعيشوا أوقات تحت الدرج، أوقات بأبو يعني ما بيعرفوا، يعني المساعدة تبعهم كتير مهمة، وهذا نداء بطلقه لأنه الأوضاع عم تصير أصعب وأصعب، مش أنه عم تتحسن، عم ترجع لورا. نعم، في شي رقم حساب يقدروا يبعثوا لكم عليه ولا مباشرة أو عينية أو نحن كيف؟ عنا حسابات بكل البنوك، يعني بمجرد بسمة؟ جمعية بسمة بسمة لبنان. ايه ما في نحن نعم. بسمة دبل اس بي اي دبل اس ام اي بكل البنوك، يعني حيلا بنك واحد عنده حساب فيه في يحول من حسابه لحساب بسمة، وفي يعمل اونلاين دونيشن على الويب سايت تبعنا اللي هو www.basma.org. في اونلاين دونيشن، يعني واحد في يكون على الكارت تبعه في فوت ان شاء الله. تسمحي لي هلا كمان يعني بعد منطقه عين السعاده ودار الرحمه رح ننتقل للعباسيه بسور لحتى نشوف انا وانت روبورتاج حول دار الامان لرعايه المسنين بالعباسيه سور، كمان بنتابعه سوا. أكيد بمناسبة عيد الأم في زحمة نشاطات هلا، بتكثر الزيارات لدار المسنين هون بالمنطقة، وفي عنا وفود طلابية وفود يعني من جمعيات مختلفة بيحبوا يطلعوا على الخدمات اللي بنقدمها بدار الأمان لرعاية المسنين. نحن أكيد هون بنأمن لهم الرعاية، الخدمات الصحية، منقدم لهم الطبابة، الأدوية، يعني خدمة العلاج الفيزيائي، التغذية، خدمات الفندقية اللي هي بتشمل النظافة الجسدية، العناية بالشعر والأظافر، يعني منقدم لهم جملة خدمات. نحن الهدف حمايتهم، تأمين يعني أفضل سبل الراحة لإلهم لحتى يكونوا بأمان واطمئنان إن شاء الله بدار الأمان. أكيد بنعاني نحن وقت بصير في عنا حاسة معينة مثلا، أو مريض بيحتاج لاستشفاء خارجي اللي هو بيحتاج لنقل المسن لأحد المراكز القريبة يعني المستشفيات، بيكون في صعوبة بقبول الحالة، مع أنه ما شاء الله صدر قانون من فترة قريبة أنه المسن اللي فوق 64 وما فوق بتغطيه الدولة، ولكن المشروع سرعان ما انهار، وأكيد بيرجعوا هلأ يتطلبوا تأمين مبالغ إضافية عند دخول المسن. نحن ببلد هلأ يعني للأسف في تسيب وما في رعاية للمواطنين على كل الصعد. كلكم إن شاء الله بتنعد عليكم وعلى كل من بعينكم بتحبوا، والله كلهم مليح وكلهم يعني مؤدين الواجب الحمد لله، والله معرض بني شو بده يعني، الله كريم. جيت لأنه هيك تعبت ما عاد لي قدرة وقف اشتغل، بدي أطبخ بدي أجلي كنس مسح، يعني ما عم أقدر وقف وظهري بيوجعني ورجلي بيجعوني، ما إلي حدا لا أم لا أب لا أخ، يعني ما ضل لي حدا. بعيد كل أم وكل ولد إنه يكون مخلص مع أمه، وكل شاب يربي أولاده تربية صالحة. وأنا جيت من 5 سنين ونص وهان كليتهم المسؤولين والمرضات كلهم مناح معي. الوحدة وقت اللي بتكون يعني بهالعمر يا ماما كيف ما عملت بتضل تقيلة الدم. وهلأ إذا كانوا ابني أو كنتي عم بيحكوا لهم كلمة وممكن اطلعت فيهم، بدهم يقولوا ليش عم تطلع فينا، يمكن في شيء. لا، بالأفضل إنه ضلها. هلا ما حدا عم يجي يطلع علي، وينهم؟ طيب بدي حدا يقول لهم انه انا تعبانه كثير تعبانه. لسه بدنا نحكي مالك خلق، بدي اروح على البيت، ما بعثت لهم يجوا وراي. صرت لي 3 سنين انا حابه اطلع على الضيعه بيت ضيعه، وابني باستراليا عنده هو وعائلته هوليك، بيقول لي يا ملا خليك بشبه بلا همك لاني انا فيش عندك حدا بالبيت.
وهي يعني الله يفرج. البركه من ديها بتعطيني ومن ديها حلوه تضمي. رسالت ام قد ما نحن نحكي وقد ما نعبر بدل شيء كثير قليل. الرساله اللي هي الام عن جد بدها توصلها لاولادها. كل ام بتحب انه باخر مراحل بحياتها تكون عايشه ببيتها بين اولادها، بس في ظروف حياه هي بتسمح للاولاد انه يضطروا يحطوا الاهل ان كان الام ان كان البي بمراكز خاصه. في ناس نايمه على الطرقات، في ناس ما بتلاقي حدا يعطيها حبه دواها، في ناس ما بتلاقي حدا يطلع فيها، في ناس ما بتلاقي لقمه اكل تاكلها. فلازم الدوله تطلع من هيدي الناحيه، يعني تاخذ هيدي الزاويه من هيدا الموضوع ويشتغلوا عليه. متابعين معكم مشاكل وحلول بالحلقه الخاصه مع مؤسسه ورئيسه جمعيه بسمه لبنان ساندرا خلاط عبد النور. بريك وبنرجع سوا. منتابع سوا مشاكل وحلول مع ضيفتنا ساندرا خلاط عبد النور مؤسسه ورئيسه جمعيه بسمه لبنان. يعني باطار اليوم العالمي لعيد الام المعايده بنرجع نقول انتم عاملين نشاط خاص بكره للأمهات. صح، نحن بكرة أمهات العائلات اللي نحن واقفين حدهم معزومين على السيتي سنتر، وبدي أشكرهم لأنه دايما هن حدنا بكل المناسبات كرمال يحسوا أنه هن حدا عم يهتم فيهم لنهار. هلا هو شيء رمزي بس نحن عاملينه قبل بمرة، وما في لك قد بينبسطوا يهتموا بشعرهم بحالهم يتغدوا يعني يقضوا نهار هن كيحسوا انه هن مرة وفي حدا عن جد عم بيهتم فيهم هذا شيء مهم لهم نفسيا ومعنويا. وبنعرف انه قد ايه نفسيا هن تعبانين وبحاجه ليكون عندهم هذا النوع من الظهرات. بس بلشنا المقابله قلتي مره اثنين ثلاثه نفسيا، ايه يعني اذا صح. في مجال نحكي نحكي النسانيه عند المراه، قديش انتم بتوليها يعني اهتمام خاص، وخاصه للمراه الام يلي بتتحمل مسؤوليه اكبر من مسؤوليتها وبتسعى لحتى تقدر تنجح بدورها؟ بصراحه النفسيه قد ايه لها دور؟ بدي اقول لك بصراحه نحن ب 15 سنه من 15 سنه ما كنا نعرف اهميه هذا الموضوع لحديت ما كنا نلاقي لهم وظائف ونشوف انه بينهاروا هن وهنيك او ما بيداينوا. صرنا نفهم انه بدهم متابعه قبل ما نقدر نخطي اي خطوه بهذا الاتجاه. ووقتها بلشنا المتابعه النفسيه وبلشنا نفهم يعني قد ايه ببينوا قوية من برا، نعم، وقد ايه ببينوا انه هن مزبوط ماسكين كل القصه وصلبين دغري بيفرطوا وبضلهم بيبكوا، وهيدا بيفتحوا قلبهم لنا لانه بيوثقوا فينا وبيوثقوا بالاشخاص اللي هن معنا بال طب عمليا يعني كيف بنقدر نحن نساعدهم فعلا؟ بالمتابعه النفسيه، والمتابعه النفسيه بدها بسيكولوج، اوقات بدنا بسيكياتر. بتستعينوا بحدا؟ اكيد نحن عندنا يعني اشخاص هن مختصين تيقدروا يعملوا هالمتابعه، لانه المتابعه منا مره ومرتين، متابعة هي كل أسبوع على أوقات على سنة أوقات على سنتين، وهذا الشيء كمان كتير مكلف. نعم. يعني الأخصائي النفساني اللي بده يجي بيجي مرة ومرتين ببلاش، بس ما بيجي كل أسبوع على سنة ببلاش، يعني ما في هالقد يعطي من وقته. مشان هيك نحن أكيد بيعطي أسعار مخفضة بس بالأخير بدنا ندفع لهم، وهذا مكلف بس عم بيعطي نتائج. يعني منشوف المرة قد ايه عم تقوى، وبنعمل لهم كتير سيشنز بغض يعني بالإضافة للمتابعة النفسية بنعمل لهم سيشنز إنه يعني كتير أشياء، حتى بنحكي عن حياتهم الجنسية وبيفتحوا قلبهم، يعني بنحكي عن أمور هن ما بيحكوا فيها بحياتهم لحدا. برافو. ونحن منتعجب إنه عن جد في هالقد صراحة وعن جد هالقد بيفتحوا قلبهم، لأنه هن بحاجة يحكوا يعني يتشاركوا مع بعض كل الخبرات. رح نتابع نحن وياكي، بس إذا بتسمحي لي رح نستكمل جولتنا تروح سوا على دار الرعاية الماروني بفرن الشباك ومنتابع على الهواء. أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد، ولا تزل يداكي أرجوحتي ولا أزل ولد،
حبي الباقي إلى الأبد ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد نحن بنخدم حوالي 80 مسن من كل المناطق اللبنانية ومن كل الطوائف اللبنانية لا شك انه موضوع المسنين ما عم ياخذ حقه كمثل باقي الامور ولكن خلال المحطات الاعلاميه ومن ضمنها تلفزيون لبنان عم يضوي على الموضوع بشكل فعال نحن يعني مثل ما كل الدور العجزي في مشكله يعني التمويل وزاره الصحه بتدفع حوالي 26350 ليره عن كل مسن إقامة يعني 24 ساعة ووزارة الشؤون الاجتماعية كمان تدفع 17500 ليرة أقلها بكلف المسن بالنهار حوالي 50000 ليرة لبنانية نحن عم نطالب على طول الوزارات المعنية ومتفائلين بالحكومة الحالية من وعد ما اجتمعنا مع الوزراء أنه رح تتعدل هاي التعرفة في يعني تعديل لها لتصير أنه منصفة ولو ما المجتمع المدني داعم لهالمؤسسات اكيد ما كنا استمرينا نحن شغلنا يعني اكيد الرهبات والرئيسي وكل اللي معنا انه نامل حقوقنا المسنين تمويل بغير تمويل مهم تستمر هالخدمه على اكمل وجه مجتمعنا اللبناني المعروف انه مجتمع متماسك والاهل بيتقدروا عم بيكون في حالات يعني عم بيكون تبرير انه وضع الاجتماعي او في خلافات او ما قادرين يتحملوا بقول لك وقت لازم الدوله توقف بجنب هالحالات يعني نحن منعاني مع هالحالات بيجوا بيحطوهم وما بيتابعوهم ما بيهتموا فيهم ما بي يعني ما بيعطوا انه لا هذا المسن لازم يتقدر بيتكلوا انه لا لازم الدوله هي تهتم نحن بنتمنى على طول انه كل مسن بيجي يكون في له حدا يتابعه لحتى يساعدنا على العبء هيدا هيدا ما يعني ما فينا نعمم لانه في حالات بيهتموا وفي حالات ما بيهتموا الاستشفاء صرنا يعني وزاره الصحه عم نستعين بوزاره الصحه بهالحالات والحمد لله انه عم يتجاوبوا معنا ما بتمنى شيء بتمنى الصحه وبس خدمه كويسه نرسيتها كثير كويسه الحمد لله ويه تلفزيون لبنان الله يخليكم ايوه تلعبوا بالسطران تحت فايت على ليكون ايوه تطل امكم من الشباك وتفرح فيكم تنادي الصوت بالصوت يا ربي تخليكم الله يخلي لكم امهاتكم ينعاد عليكم عبال كل سنه يا رب نحن هون كثير مبسوطين الحمد لله الرهبات والمدير وكلنا مثل خاينا وامنا وبينا هون 15 سنة إلا هون موجودين بالمأوى مني أنا يعني 15 سنة موجودين الحمد لله مرتاحين مثل بيتنا وأحلى والرهبات والرئيسة أمنا والمدير خاينا كل عيد وانتم بخير كل سوي كثير منيح علاقتنا مثل أمهاتنا وأكثر والختيار بده حنان بده حدا يسأل عليه بده حدا يهتم فيه يعني بنطلب نحن من الدولة تساعد هالدار لأنه هالختيارة ما قالون حدا تانية بدنا من الأهل يزورون أكتر مش وقت عيد الأم يعني بدنا عطول بدون اهتمام بدون حدا يسأل عليهم هيدا نحنا بدنا ننشده يعني أم والبي وقتها يخلفوا ويربوا بدون عكبرتهم أهل أولادهم يقوموا فيهم لأن بكرة بعده هن كمان رح يصيروا أم وبي أولادهم كيف بدون يعملون إذا هن عم يعاملوا أهلهم هيك عيد كتير بيفرح القلب وكتير مديح لو نتيعد بشيء عم بنحبه من قلبنا وبنروحنا الله يوفقهم ويخليه بصحتهم كلهم سوا بيجوا دايما بيجوا بيجي ابني يا جورج هون كتر خير الله كتر خير الله الحمد لله عطينا أكثر ما نستاهل كتير منيح ايوها أهلا وسهلا فيكم يا دوب عزيز ايوها أنت عزيز وجايين من بيت عزيز ايوها اهلا وسهلا فيكم بالدير مرمرون وسنتريز ايوها يخلص الحر بالسنة ونخلص من كل الصبا بنتابع مشاكل وحلول كنت متابعة ومصغية جدا انا رحت عدة مرات على الدير
مارونة إيه؟ نعم تفضل شبي. مع متطوعين دائما كانوا يروحوا يعملوا لهم اكتيفيتي، يعملوا ميوزيك للمسنين ويجيبوا لهم هيك يعني يموهوا لهم ويجيبوا لهم مواد غذائيه وهيك. هن بحاجه لكثير نعم. مساعدات مثل كل الجمعيات بهالبلد اللي بتتكل على الدوله والدوله بتعطيهم دعم معنوي ما بكفي. مثل ما اخذتوا انتم دعم معنوي وتصنفتوا اول جمعيه بلبنان 2015 دعم معنوي بس نعم. الدعم معنوي ما بكفي. انا بدي اشكرك لهذه الاطلاله اللي حبينا من خلالها يعني تكوني موجوده معنا بهذه الجوله اللي امنيها على كل مؤسسات ودور الرحمه. بالختام كجمعية بسمة لبنان شو بتحبي تقولي للناس اللي هلأ عم بيتابعونا فعلا لحتى تكون مساعدات قريبة وهي إلى جانب كل العائلات المحتاجة؟ أنا بدي أوجه النداء مثل ما سبق وقلت أنه نحن بلبنان المجتمع قايم على هيد هول العائلات وهول الأمات اللي هن واقفين لوحدهم طول عمرك تيقدروا يربوا أولادهم. بالأخير نحن كلنا لازم نتكاتف تنوقف حدهم وهذا دورنا وهي مسؤوليتنا نحن كلبنانيين نوقف حد العائلات اللبنانية وإلا بتفرط ونفرط كلنا معهم. هذا المجتمع كله واقف على سوس ونقطة ولا حتى ولو مش هالقد كلنا كل واحد يقدر يعطي قد ما هو بيقدر بس يعطي ونحن حد هالعائلات اللبنانية لازم كلنا نوقف حد بعض. بدي أشكرك لأنه دايما أنت عم بتضوي تحط الضوء على هالأمور المهمة بهالمجتمع ودايما عم تستضيفنا وتستضيف جمعية بسمة. هذا واجب وبدعاية كل الأمات اليوم بهالمناسبة الحلوة وإن شاء الله عقبال كل سنة. أنا بدي أشكرك وبالختام أصدقائي رح يكون من خلال زياراتنا لبيروت بمستشفى دار العجز الإسلامية. طبعا مع هالربورتاج بنختم حلقتنا. برجع بكرر معايدتنا لكل الأمهات يلي عم بيتابعونا ولأمهات الشهداء وبتمنى من كل قلبي انه امهات يلي عم بعيدوا اولادهم بعاد عنهم انه يرجعوا لعندهم ويتحرروا ويعيشوا معهم باقرب وقت ومناسبه. بالختام اذا زيارتنا لمستشفى دار العجز الاسلامي ببيروت ومع هالربورتاج بننهي حلقه اليوم. تنشوفكم بكره بحلقه جديده. الى اللقاء. بدنا طبعا نتقدم من كل ام بالتهنئة والمباركة والدعاء لها بطول العمر والصحة والعافية، والأمهات اللي غادرونا ندعي لهم بالرحمة والمغفرة والجنة تحت أقدام الأمهات. وهذه مؤسسة عريقة في عملها يعود تاريخها إلى أكثر من 62 سنة. نحن مؤسسة عم نحاول أن نكون العائلة البديلة لعائلات لجأت لنا أدخلت أمهاتها أو آبائها أو أولادها أو إلى آخره. فنحن بهالموقع هذا عم نحاول نقدم الأقصى الممكن من الرعاية والاهتمام، ولكن لا يكفي القول أن نحن نقدم، بدنا كمان نحن من يساعدنا. يعني على مدى السنة بكاملها لابد من وجود كثير أيام نحتفل فيها، ولكن بنفس الوقت نحن عنا هموم في المقلب الثاني قد لا يبدو واضحا للعيان، ولكن بقول ببساطة أول مشكلة وأهم مشكلة هي الدعم المالي لهذه المؤسسة. يعني إذا بقول أنا ببساطة أنه عنا ميزانية سنوية تقارب 12 مليون دولار، هذا رقم يعبر عن حجم القضية المالية في دار العجز الإسلامي. طبعا هو دعوة بنفس الوقت إلى كل أفراد مجتمعنا للمساندة والمساعدة حتى تبقى هذه المؤسسة في عداد المؤسسات اللي عم تساهم مع كبار السن مع الوالدين ومع كل الأشخاص اللي بيلجأوا لإلها لرعايات صحية واجتماعية وتمريضية وما شابه. لما مثلا بيمرض حدا بيتعب عنا نحن بنأمن له كل الرعاية الكافية، بس بنوصل لمرحلة من العلاج بصير هو بحاجة لمستشفى فئة أولى أو صحة عامة فينا نحكي، مثلا إذا عمل ذبحة جلطة كذا. المشكلة اللي بنواجهها أنه ما بتستقبلهم المستشفيات، ولو قالت وزارة الصحة أنه بعد الـ 64 مفروض كل مستشفى تستقبل المريض، بس هالشي ما عم بيحصل على الأرض فعلا. سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ديالي. بحب وصي بالتلفزيون اللبناني والدولة اللبنانية تحترم السن المقيم، لأنه هيدا كبر السن وما بيقعد حدا يحمل حدا، ما حدا بيحملنا إلا الجماعة اللي هون، والله يخلينا إياهون ويضلوا بخير يا رب ويقويهون
وهيدا كل شيء بنقدر نقوله بارك الله بكل أي شيء يهتم بالسن الكبير. النزيلات يلي موجودين هون يعني بنعتبرهم نحن أهلنا، نحن أبنائهم، نحن أولادهم. يلي ما عنده أولاد، يلي ما بيجوا أولادها لعندها، يعني منكون نحن منحاول نكون الأبناء البديلين. في بين بعض تواصل، مش بس تواصل وظيفي، يعني مع أنه ما بنعود شيء أنه بروفيسيونال، بس هو بالنهاية أنه منحاول يعني نأمن الشغلات المطلوبة للكل. نحن عطول منكرمهم كأنه كل يوم عيد أم بالنسبة لنا، لأنه المطلوب من الأهالي أنه التواصل الدائم. يعني لو اضطروا يجيبوا المريض ويحطوه هون، أوكي، نحن بالعكس نحن موجودين لتلبية الخدمة هاي. بس كمان الواحد ما ينسى دوره اللي هو التواصل، الزيارة، الاهتمام. يعني مش ضروري يكون محمل له بيك أب وكميون غراض، بس هي الزيارة بتفرفح له قلبه للشخص لو قد ما كان غير واعي. المسن مفروض أكيد أنه أهله يكونوا حده ودائما يزوروه ويتابعوه ويجيبوا له الأدوية المطلوبة والقصص اللي بيكون بحاجة إلا، وحتى حضورهم قدامهم يعني وجودهم بس بيريحهم، بيبسط المسن، يعني بحس أنه فيه هو محاط بعائلة بيكون مرتاح نفسيا. هون لابد كمان من الإشارة أنه ودعوة هي الحقيقة لكل أهالي نزلاء هذه المؤسسة أن يزوروا أهاليهم في المؤسسات، ليس فقط في المناسبات. يعني مش بيجي العيد بنتذكر، أو بيجي عيد الأم بنتذكر، أو بتجي مناسبة معينة بنتذكر. نحن بدنا نعد في السنة في 365 يوم، نحن نتمنى أن يكونوا 365 يوم هي أعياد مستمرة يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، ويكون التواصل العائلي قائم بشكله الطبيعي، بحيث أنه الإنسان الموجود في مؤسستنا يحس بنفسه موجود في مكان وكل الناس عم تتواصل معه من عائلته ومن فريق العمل اللي موجود عندنا.